كل جيل الثمانينات والتسعينات فاكرين الخمس في ليالي الحلميه وتضري في زيزينيا والشخصيات الشهيره اللي قدمها الفنان عهدي صادق اللي توفته المنيه امبارح الصبح يوم الاثنين، واللي رغم انه ما قدمش ادوار بطوله مطلقه لكن في الحقيقه هو كان دايما بيقدم ادوار مش ممكن حد فينا يقدر ينساها. كان عنده حاله فنيه مختلفه من نوعها، فيها مزج كده ما بين التراجيديا والكوميديا. شارك في اعمال كتيره، الشهد والدموع، رأفت الهجان اللي تألق فيه في الحقيقة، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، وغيرهم غيرهم كتير من الأعمال اللي علمت معانا كمشاهدين لحد النهاردة. يعني امبارح رحل الفنان عهدي صادق بعد مشوار طويل وكبير، وأعمال فنية كانت إضافة مهمة للقوة الناعمة. يعني رحم الله الفنان الموهوب. الخمس في ليالي الحلمية، وتدري في زيزينيا، وفيليب في رأفة الهجان، مزيج التراجيديا والكوميديا الفريد. الفنان عهدي صادق اللي رحل عن عالمنا امبارح بعد معاناة مع المرض. عهدي صادق من مواليد 1950، عشق الفن من صغره والتحق بمعهد الفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات، وقدم مجموعة من الأدوار اللي صنعت منه أيقونة نجاح وتميمة حظ لصناع الدراما. الفنان الراحل عهدي صادق ما كانش من أصحاب البطولات المطلقة، لكنه كان دايماً بيؤدي الأدوار الصعبة اللي ظلت في ذاكرة المشاهدين، خاصة الأعمال التلفزيونية الرمضانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وشارك وقتها في ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رأفة الهجان، أرابيسك، زيزينيا، وبوابة الحلواني، وغيرهم كتير. آخر أعماله كان دوره في مسلسل الفتوة، وجسد فيه شخصية عم مسعد، وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال، منها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبي واسمتك، الجماعة اتنين، وغيرها. يعني رحمة الله على الفنان المبدع عهدي صادق، كلنا سنرحل لكن يبقى الأثر دائما، والمسيرة المتوجة والمفعمة بالكثير من الأعمال. يمكن أهم ما كان بيميز عهدي صادق اللي هو كان بيميزه في أدواره اللي هو بيقدم شخصيات مركبة، شخصيات كان صعب جدا على أي ممثل اللي هو يقوم بيها، وامتدت أعماله لأكثر من 240 عمل. كانت كل أعماله دي من السبعينيات بتعد بمثابة مفتاح النجاح الحقيقي لنجاح يعني كل هذه الأعمال. أكيد كلنا زي ما شفنا من خلال التقرير اللي فات عارفين شخصية عم مسعد الراجل الطيب اللي كان موجود في مسلسل الفتوة مع الفنان العظيم ياسر جلال، كان بطولة يعني هذا العمل لياسر جلال، وكان أيضا بتجمعه صداقة قوية جدا بالفنان الراحل سعيد صالح، لدرجة أن كانوا الناس في الوسط بيقولوا عليه عهدي صالح وبيتلخبطوا في الاسم من كتر القرب والصداقة القوية اللي ما بينهم ومن بعض، وكان بيعتبر بمثابة يعني شقيق لي أو أخ لي، كان دايما بيلجأ له في كل يعني المشاكل وكل حتى الأدوار اللي هيقوم بيها كان بياخد رأيه فيها. يعني رحمة الله عليه، مسيرة يعني متوجة، مسيرة مليانة بكثير من الأعمال. صحيح رحل لكن هتظل أعماله خالدة في تاريخ السينما والدراما المصرية.